صباح النور والسرور، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم 18 سبتمبر، 5:15 ديال الصباح. يلا خرجت من الكوميسارية. تحية الأمل الوطني، عذبتكم معايا اليوم. ألوغ كنت ناعسة طرونكي، أوكي، ما عليا ما بيا. إوا سيدي، سمعت واحد الضربة في الشرجم، في الساجب، الشهد، شي حجرة. دونك اوتوماتيكمون ملي تتفيق تقول راني غير كنحلم. فقت، مشيت، غسلت وجهي، شربت، رجعت، شديت شي حاجه في يدي نشوف فيها، ونسمع الضربه بالشهد عاوتاني، باق حاجه ضربت في الزاجه. جاب الله الزاجه شويه صحيحه، ما ولكن ضربه بالشهد. او بيان سور ريفلكس ديال اي واحد، عيط للبوليس. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضروا ديك الساعه صراحه، تحيه الامن الوطني. جاو شافوا كذا، داروا واحد البحث، داروا واحد الدوره، رجعوا الله يجازيهم بخير. بقيت كنطلع انايا من الشرجم الاخر، فبان لي شي واحد، بان لي غير واحد الدري دايز نقيله بالشورت وكذا، لان حنا في الصحراء خصوصا بوجدور الانسان يقدر يخرج بالليل، ما كاينش مشكل تبارك الله. المهم جيت دابا، يلا درت المحضر تقريبا مع غادي تكون 4:45، 3:30 باش سمعت الضربه الثانيه. وهذا الشيء هذا ماشي صدفه. علاش ماشي صدفه؟ لان الضربة الاولى والضربة الثانية، اوكي، تقدر تكون وحدة اخرى وانا ناعسة وما سمعتهاش، جو سي با. وسبحان الله العظيم، دابا انا ملي تنفيق، ملي متنعس بكري، لا بادون، ملي تيخسر ليا النعاس، ضروري الغد لي تندير شي فيديو زوين، لان ديما كل فعل عنده رد فعل. هاد الافعال ديال التخويف، وهاد الافعال ديال الالعاب الماكيافيا وكذا، بلا ما كتحس كتجاوب عليها كي اوتوماتيكمون. بلاتي بعدا نوريكم الجمال ديال عرفتو، واحد الجو رائع جدا جدا جدا. عندي واحد الجريده غزاله عندنا هنايا، القمر غزال، اكثر من غزال. زوين، واحد الجو سبحان الله العظيم رومانسي هنا. هيا ما تفيقوناش بالحجر. ايوا المهم، طاحت بالي واحد المعلومه كنت ما كنتش باغا نقولها، ولكن منين سبحان الله العظيم ولينا في الحجار وداكشي، قلت مع راساتي اسماء خاصك تكوني سخيه وتعطي المعلومه اللي تقدر تنفع الناس وتقدر تنفعك ان شاء الله منين تموتي وكذا. واحد المعلومه، واحد الحاجه كانت وقعت لي في واحد القهوه ما فيهاش الكاميرا في الشارع الكبير في بوجدور. وهاد القضيه خاصني نقولها للمراهقين باش يردوا بالهم. ما عمرك تجلس في قهوه ما دايرهاش الكاميرا. علاش؟ لانها قهوه مشبوهه، اي جريمه تقدر توقع فيها وتقدر انت تمشي فيها. واحد المره كنت جالسه شحال هادي، القليله تقدر تكون شي 5 سنين ولا ايوا، ويجي عندي واحد السيد دير راسو صحافي. هادشي خاص ضروري مسؤولين يعرفوه، ان حنا في الصحراء عندنا بزاف د الناس كيديروا راسهم صحفيين و تيطلبوا حد كيطلب باش تخلص القهوه ديالو. وكان قال لي انا راه كنخدم مع الاطباء، انا اللي كنطلعهم ولا كنزلهم، نقدر نشوه لهم صورتهم، نقدر نخدم معاهم الا بغيت يعطيني الفلوس. وبقيت يدخل ويخرج في الهضره وداكشي، الهضره ديال انسان غير متوازن. ايوا سيدي، واحد النهار انا اعتبرته انسان مريض عقلي اوتوماتيك. واحد النهار هو يجي ويبدا يفرق علينا في الجرائد، كيحط. عيطت عليه باش نخلصو، زعما كيسحب لي تيبيع. مني قال لي لا، كرهتو فابور. حنا المغاربه تنعرفو مزيان الفابور،
ما كاينش اللي كيعطي الفابور، وحده وحده الله يجازيها اللي كتعطي الفابور، راكم عارفين شكون هي، هي العقرب. المهم سمعوا المراهقين، الجورنال حليته لقيته ضد المغرب، او جريدة مغربية غتكتب شي حاجة ضد المغرب. نط في حالي، ما كاين لا كاميرا لا والو، مهنا خويا على الفضيحة. داكشي علاش انسان في الصوف الصحراء وفي بوجدور وفين ما كنتي في المغرب وفين ما كنتي في العالم كامل يوقف عليك صحافي ارى بطاقة مهنية، ما عندكش البطاقة المهنية عيط ليه البوليس صافي وبعد منه، وما تيقو حتى شي صحفي في بوشتور. حنا راه عندنا جوج صحفيين السميه ديالهم مذكور كتذكر في قناه العيون، تيديروا استجواباتهم محترمين ومعروفين، واحد السيده وواحد السيد داكا. و نصيحه للمراهقين، ما عمرك تدوي مع شي صحفي، ما عندوش الحق يسجلك. سمعوا الناس فين ما كنتو، صحفي ما عندوش الحق يسجلك، ما عندوش الحق ياخذ لك صورتك، ما عندوش الحق ماشي بزز منك انت دير معاه استجواب. ما بغيتش ندير معاك استجواب، ما نديرش معاك استجواب داكو. اللي بغيتي ديرها ديرها، ما نديرش معاك استجواب، ما تصورنيش داكو. ولا بغيتو معلومات قانونيه سولوا شي محامي ولا مستشار ولا قانوني ولا كذا، ولا كتبوا لينا كومونتير حتى حنا نستافدوا منكم، لان هاد الصحفيين هنايا في الصحراء راه دايرين ما بغاو. هاد الصحفيين المزورين راه ما تيحشموش، قسما بالله ما كيحشموش، كيدخلوا في شي تفاصيل وكيقولوا شي هضره احشمت نقولها، شي حوايج كيدخلوا فيهم وتيهدوا الامن وتيهدوا الثبات والاستقرار، تيبقاو يدخلوا في شي حوايج ماشي شغلهم. والله ينصر لينا بلادنا، الله ينصر لينا سيدنا، والله يخلي لينا سيدنا ويطول عمره داكا. واللي غادي يجي يقول لك شي حاجه على بلادك راه بحال كيدوي لك على والديك. ايوا سبحان الله العظيم، دابا مشى ليا الناس، دابا راه كنسجلوا الخمسه دابا كنقسم، مشى ليا الناس، ما كرهش غير شي قهيوه. وشكرا للامن الوطني صراحه، لان فرمشه العين حضروا الله يجازيهم بخير، وما ديما اصلا تيحضروا فرمشه العين صراحه، ما يمكن ليناش نغطيو السماء بغربال ولا الشمس بغربال. مرحبا وسهلا وهلا، وكنتمنى من هنا القدام هاد الظاهره ديال لي فو جورناليست ما تبقاش في المغرب كاع صافي. انسان يوقف عليك يقول لك انا صحفي جري عليه، راه لا كارت بروفيسيونيل، ما عنديش البطاقه المهنيه جري عليه، عيط للبوليس غوت. والمراهقين انا كنتبرى منكم، انا كنتبرى فيكم، اي قهوه ما فيهاش الكاميرات عرف ان فيها شي حوايج خايبين ما خاصهمش يكونوا الكاميرات تما. وحاجه اخرى، مقهى فيه 40 واحد جالس ما فيش كاميرا، هذاك راه بحد ذاته تجمع، يقدروا يتجمعوا على اي حاجه تقدروا تخيلوها وتقدروا ما تخيلوهاش. داك السي علاش تيقول، علاش يقول لك ابعد عني الشر يا عمري وغني له، خلي المجرمين يديروا ما بغاو، راه كاين البوليس حاضيهم، راه كاين لا ديستي حاضيهم، راه كاينين الناس قادين على، بعد منهم، بعد من البلا، بعد من المجرمين. المجرمين تيتجمعوا في المقاهي اللي ما فيهمش الكاميرات. يتمنى الرساله تكون واضحه، والله يصبح الله يصبحكم على خير. مرحبا وسهلا، تندوي فيه الناس. الله يخليكم شويه تشوفوا هاد الاجواء، هادي اجواء رائعه جدا. هادي واحد الشريطه كبيره عزيز على الدراري الصغار هنا، بو عزيز علينا كاملين. هنا فين كنت كندير لكم الكادا، هنايا حاسبينها بوش دارو.